أبنائي الطلاب، تحياتي لكم مرة أخرى. نبدأ مع بعض المرة دي السكشن الخاص بالشجيرات. زي ما قلنا إحنا بنعيد مرة أخرى تسجيل النماذج العملية دي كنوع من توحيد المادة العلمية للكل، وكمرجع لنطق الاسم العلمي للنبات عشان الكل يقدر يحفظ الاسم بشكل كويس. هنبدأ دلوقتي مع الشجيرات. أول نموذج خدناه منها كان نبات الأكاليفة، وقلنا دي من شجيرات تزرع لجمال أوراقها الملونة. هنكتفي باسم علمي واحد فقط، ألا وهو الأكاليفة ميكروفيلا، اللي هي حمراء بالكامل. أكاليفة ميكروفيلا طبعا من الشجيرات تكاثرها عن طريق العقل. النموذج الثاني الأكوكانثرا، أكوكانثرا سبيكتابلز، أكوكانثرا سبيكتابلز، وقلنا دي من الشجيرات ذات الريحة العطرية المميزة جدا. التكاثر فيها عن طريق البذور، العقل غير ناجحة فيها تماما بالمرة. مرة أخرى الأكوكانثرا سبيكتابلز، تكاثر فيها عن طريق البذور. بعد كده الدورانتا الخضراء، دورانتا بولوميريا، دورانتا بولوميريا، تكاثر فيها عن طريق العقلة، بتزرع بشكل نمو الخضر بتاعها فقط، أثرها ليست لها قيمة. النوع المبركش منها بنسميه دورانتا بلوميريا فرايتي فارجيات، دورانتا بلوميريا فرايتي فارجيات، تكاثر فيها أيضا عن طريق العقلة. بعد كده معانا نبات الهيبسكس، وعندنا منه النوعين. هنبتدي بالهيبسكس الوردة، اسمه العلمي الهيبسكس روزا ساينينسيس، الهيبسكس روزا ساينينسيس، تكاثر فيها عن طريق العقل. الهيبسكس البلحة، اسمه العلمي الهيبسكس شيزو بتالس، هيبسكس شيزو بتالس، تكاثر فيه أيضا عن طريق العقل. بعد كده نبات الفل، ده تاني نموذج من الشجيرات ذات الريحة العطرية الجميلة، اسمه العلمي الجاسمينيوم سامبك، جاسمينيوم سامبك، أيضا تكاثره عن طريق العقل. بعد كده اللانتانا، وزي ما شفنا ليها قبل كده نماذج كتير، هنلتزم بنموذج واحد اسمها العلمي لانتانا كامارا، لانتانا كمارة، من الشجيرات المزهرة، تكاثر فيها عن طريق العقل. بعد كده معانا الدافلة، اسمها العلمي نيريوم أولياندر، نيريوم أولياندر، قلنا إن الأزهار بتاعتها بتحتوي على مواد مضرة بالعصب البصري، ولذلك لا يفضل إن إحنا نشم الريحة بتاعت الزهرة بتاعتها، وده خطأ بيقع فيه كتير من الناس، تكاثر فيها عن طريق العقل. التفلة أو التفلة 2-1، اسمها العلمي نيريوم أولياندر، نيريوم أولياندر. بعد كده معنا السبورم، اسمه العلمي سبورا توبيرا، من شجيرات تكاثر بالعقلة، من الشجيرات ذات الريحة العطرية، لكن للأسف هي ما بتظهرش عندنا في مصر لأن بتحتاج احتياجات حرارية عالية شوية. البتسبورم، قلنا اسمه العلمي بتسبورم توبيرا. بعد كده معانا التيكوماريا، اسمها العلمي تيكوما كابنسس، تيكوما كابنسس، من الشجيرات واكسارها عن طريق العقلة، وقلنا مميز فيها قوي لون البرتقالي، تيكوما كابنسس. التيفيتيا او التيفيتيا ناريفوليا، تيفيتيا ناريفوليا، شجيرة من الشجيرات المزهرة، تكاثر فيها عن طريق البذور ولا تنجح العقل بالمرة. التيفيتيا، تيفيتيا نيريفوليا، تيفيتيا نيريفوليا. التوية، سوجا اورينتاليس، سوجا اورينتاليس، والتوية من الشجيرات اللي بينجح اكسارها بطريقتين، العقل او البذور، وان كانت العقل بتحتاج ممارسة وخبرة في اكسارها. توية اسمها سوجا اورينتاليس. كف ماريام، وهنكتفي بالخضرة اللي ورقتها تشبه الأصابع، قلنا اسمها العلمي الفيتاك سانجاس كاستاس، فيتاك سانجاس كاستاس، قلنا لما يكون الاسم طويل نقسمه لمقاطع، هنا في اي تي اي اكس ده مقطع، اجناس كاستاس، فيتاك اجناس كاستاس، شجيرات تتكاثر عن طريق العقل. وشكرا جزيلا لحضراتكم.